واحنا ويا بعض اقوى اقوى بشكل كبير جدا. استحقاق تاريخي وانتخابات الحقيقة فيها مشاركة وفيها تداول كبير جدا لآراء الناس، وشفنا نسبة صحيح لسيادة الرئيس أكثر من 60%، لكن ما بعد الرئيس المرشح المحتمل كان برضو عدد كبير انتخب، وفي مشاركة وفي حرية. حول هذا الموضوع بيسعدنا اللقاء مع الأستاذ الدكتور محمد علاء الدين، المنسق العام لبرنامج تشاد لجامعة الإسكندرية السابق، وبيسعدنا اللقاء بقى عن المصريين بالخارج وعن ماذا بعد الانتخابات، ولماذا هذه الانتخابات انتخابات مهمة وشكلنا عالميا شكله ايه. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بيك يا فندم، نورتني. جدا، ربنا يخليك يا فندم. خلينا نتكلم في البداية كده عن أهمية هذا الاستحقاق التاريخي لهذه الانتخابات. هو اولا طبعا بنقدم خالص تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم على إعادة انتخاب سيادات رئيس للجمهورية، وكثافة المشاركة الشعبية من جموع المصريين بوجه عام، وكان مظهر حضاري ومشرف جدا سواء في انتخابات الخارج أو انتخابات الداخل. ده إنما يدل على زيادة وعي المصريين وكذلك رغبتهم في المشاركة السياسية وحقهم الانتخابي، وما يرتبط به دعم ومساندة الدولة في ضوء ما تمر به من مرحلة حرجة في البلاد. الانتخابات ذات أهمية قصوى جدا لو بصينا لثلاث نقاط أساسية. إن المادة 87 من الدستور تشير إن مشاركة المواطن في الانتخابات والحياة العامة هو حق دستوري ومشاركة شعبية وطنية. كذلك ان نزول الناخب للانتخابات بيقوي شعوره وولائه للوطن للوطن طبعا، وبيشعره بقيمه صوته في العمليه الانتخابيه من خلال انتخابات حره رزيه. وايضا التاكيد على ان الشعب هو صاحب السياده ومصدر السلطات. دكتور، شفنا على الهواء مباشرة كلمة سيادة الرئيس، والحقيقة كلمة ليها قيمة كبيرة جدا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيقول انه هيبقى في يعني رسائل لكنها باينة ان الحياة السياسية هتكتمل، وكان في ركود شديد قبل الانتخابات. توقعات حضرتك وماذا بعد الانتخابات؟ أولا البناء ما بعد الانتخابات، البناء على ما سبق من إنجازات والحفاظ على مكتسبات التنمية وضمان استدامتها وتحويل التحديات لفرص بديلة. كذلك وضع الخطة التنفيذية لمواكبة متطلبات التحديث والعصرية ومتطلبات الجمهورية الجديدة، وخلق فرص للعمالة والتشغيل لزيادة الإنتاجية وشغل الناس في كل ما يهمهم. كذلك الاهتمام بإعادة بناء الإنسان المصري، بناء الشخصية المصرية السوية المفكرة المبدعة القادرة على الاستبصار والتحليل والموضوعية والقادرة على المشاركة في صنع القرار. التأكيد على تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأسرة، المؤسسة التعليمية، المؤسسة الدينية، الإعلام، ودورها المتميز في تنمية الوعي وبناء القدرات وتطوير المهارات وزيادة الانتماء ومحاربة الإشاعات والفكر المتطرف. أيضا التأكيد على مفهوم المسؤولية المجتمعية وحب الوطن والدفاع عنه، لأن لا قيمة للإنسان بدون وطن. برضه دي كلها دكتور شعارات وكلمات، لكن هل في برنامج لما بعد الانتخابات حتى برنامج على مستوى المواطن البسيط؟ انا عايزه احسسه بالانتماء وان الوطن بيتغير وان مصر بتتحرك وان مصر جايه، وان انا ابث في روح الامل بدل الطاقه السلبيه الكبيره جدا بسبب الظروف الاقتصاديه. هل نطالب مثلا، انا يعني من الحاجات اللي انا سعيده بيها ان بيقول لك مع اي هيئات او اي جهات وهي بتبارك تقول مقترحاتها، يعني احنا ما شفناش المجموعه الاقتصاديه نجحت
في الآونة الأخيرة، فيجب أن نطالب بتغيير المجموعة الاقتصادية، لأن الظروف الاقتصادية في مصر صعبة. فأنت عشان تقول لحد تاني وشارك وتعالى، وإحنا والناس وقفت بدور وبقوة شديدة، إحنا هنعمل إيه في القادم؟ إحنا مستعدين نتحمل، لكن يكون في رقابة شديدة على التجار الجشعين، يبقى في رقابة على الوعي بالنسبة للمواطن إنه ما يروحش يشتري، يبقى في حلقات. إحنا في معركة وعي يا دكتور، إحنا مش في معركة غلاء. أنا أروح أجيب 10 كيلو بصل وأحطهم ليه في البيت؟ ما أنا شايفاه ب 40 جنيه، أحوشه ليه؟ السكر ب 50، أروح أحوشه ليه؟ بشتري على قدي. دي معركة وعي يا دكتور. ده زي ما قلت لحضرتك اللي في البداية بنحتاج لبناء الإنسان وتنمية الوعي. أيوة. تنمية الوعي ده ورقابة. ودي تبع المؤسسات والجهات السيادية، أيوة. وقرار التغيير اللجنة الاقتصادية وغيره ده قرار سيادي. سيادي، لكن احنا لكن سيادة الرئيس يعني هيشاركنا الرأي، وشفنا كتلة الحوار، وشفنا الحوار الوطني، والحوار الوطني ده كان حوار صحي جدا. أعتقد إنه هيكتمل لما يكون المجموعة الاقتصادية حصل فيها اللي احنا الارتفاع الفظيع ده، لازم نفكر مرة واتنين. ما انا اضيف لحضرتك، انا اكمل مع حضرتك، يعني بجانب تعزيز مفهوم المسؤوليه المجتمعيه وحب الوطن والدفاع عنه، ايضا ده استقرار وامن، والاستقرار والامن تيجي وراه حاجات تانية كتير جدا لصالح عمليه التنميه. كذلك التاكيد على ان حريه الراي وحريه التعبير مكفوله للجميع دون الاساءه للغير او فيما لا يتعارض مع امن الوطن وسلامته. طبعا احنا عندنا مطلوب استكمال ملفات استراتيجيه التنميه المستدامه في مصر 2030 لتحقيق الامن الغذائي والامن المائي وامن الطاقه وما يرتبط بالصحه والتعليم الى غيرها. كذلك استكمال ملف تعمير سيناء بعدد 8 مليون مواطن مصري حتى 2030 باعتبارها قضيه امن قومي بامتياز. تمام. من المهم جدا تفعيل ما تم التوافق التام عليه من خلال مخرجات الحوار الوطني. ايوه تحتاج الطريقه أيوة. واستكمالها يا دكتور، استكمالها. احنا مش ما كناش بنعملها علشان الانتخابات وتنتهي، لا احنا عايزينها يعني يبقى فيها امتداد لها وفيها الراي والراي الاخر، وان نجمع الوطن كله، ما نصنفش بعض، مش ده معارض وده موالي وده لا 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 لا، نسمع بعض يا دكتور زي ما قلت بدون تجاوز، بدون ما يكون حريتي بتنتهي عند حرية حضرتك. هو حضرتك ما فات نعتبره مرحلة الفردية والنزالية والذاتية، لكن دلوقتي في دول الجمهورية الجديدة في توجهات عامة من القيادة السياسية. يعني حتى برضو كان احنا في يناير 2024 مصر ان شاء الله تنضم لمجموعة البريكس. فبالتالي دوت هيساعد في علاج الأزمة الاقتصادية، لأن هو هيقلل الاعتماد على الدولار وهيزداد التعامل بين العملات الحرة. في بعض المقترحات لما بعد الانتخابات. لكل مقترح دول جوهرياته، بس أقول لك عن من ناحية. أولاً تدشين وزارة دولة مستقلة للتعليم الفني. الله الله، دي قطرة التنمية. شوف يا دكتور حضرتك حطيت إيدك على الجرح. هذه المسألة قاطرة التنمية. التعليم الفني يا جماعة قاطرة التنمية، ونحط تحتيها 30 خط، بس ما نعملش وزارة وما نعملش فيها إدارة لتوعية الناس وتثقيفهم في إنه التعليم الفني ما هوش وصمة، بالعكس. لا معايا بقى أوضح، يعني ميزة الوزارة هي إن هي هتواكب التطورات التكنولوجية العالمية وتدخلها ضمن تطوير جودة العمليات التعليمية والمقررات والمناهج الدراسية للطالب. الحاجة التانية يبقى عندي خريج تعليم فني منافس في سوق العمل في الداخل تطبيق. والخارج. أيضا بنحسن الصورة الذهنية لطلاب التعليم الفني والأولياء أمورهم ونظرة المجتمع ليهم. دي مهمة قوي، لأن كمان سيادة الرئيس أما عمل الكليات أو الجامعات التكنولوجية أعطاك فرصة، مش إنك أنت تتخرج النهاردة وتيجي تكمل بكرة، لا، من الممكن تعيش في الحياة التطبيقية والحياة العملية، ثم بعد سنة أو اتنين تستطيع التكملة، ودي فرصة لكل الخريجين. بالظبط، هتديله ميزة نسبية إن هو ممكن يلتحق بالتكنولوجيا التكنولوجية زي زميله بتاع الثانوية العامة. أيوه. وبالتالي إن الوزارة المستقلة ديت
هتقدر تعمل تعاون وشراكات مع جهات دوليه وجهات مانحه داعمه للتعليم الفني. ايوه. المقترح الثاني تدشين استراتيجيه وطنيه لتنميه الوعي والتثقيف السياسي تتبناها الدوله باعتبارها هي الحاضنه للكتله الغالبه الحرجه الكبيره الملايين من ابناء الوطن نظرا لضوء في ضوء ضعف دور الاحزاب السياسيه في عمليه التوعيه والتثقيف السياسي. الفئات المستهدفه هي فئات المجتمع كافه وجميع الاعمار مراه نساء شيوخ في الريف والحضر على حد سواء. طب تتنفذ ازاي؟ اولا احنا عندنا هيئه الاستعلامات عندها مراكز النيل في كافه محافظات مصر مباني موجوده مجهزه. ايوه بس مش بتقوم بدور قوي. انا بتكلم بقى في الجمهوريه الجديده. يبقى محتاج تفعل الانفراستراكشر المباني اللي موجوده ديت ومفيش حد بيروحها وتبدا تاخد مدربين من كل محافظه مؤهلين وتتعمل برامج تدريبيه من كافه التخصصات عشان ننمي الوعي والتثقيف السياسي وده مهم جدا في مرحله البناء والتنميه وما هو قادم. الفكره الثالثه او المقترح الثالث تدشين ما يعرف بالمرصد العلمي لقياسات اتجاهات الراي العامه في المجتمع في كل محافظه من المحافظات. ده هيساعد المسؤول سواء في المحافظه او المستويات العليا انه قادر على اتخاذ القرار وفي الوقت المناسب. ليه؟ لان بقى عنده قاعده بيانات وقاعده معلومات حديثه ومرقحه مع استمرار عمليه الرصد والتحليل. ده مهم جدا. المقترح الرابع وده مهم جدا الدمج ما بين المركزيه واللامركزيه بمعنى اتاحه الفرصه للامركزيه الاداره في المحافظات لان لكل محافظه ميزه نسبيه وخصائص طبيعيه وسكانيه وماديه مع متابعه مع تقييم ومتابعه تقييم للمتابعه والاداء من الحكومه المركزيه ورئاسه مجلس الوزراء. دوت بيبقى في ضوء الخطوط العريضه للاستراتيجيه التنميه العامه في مصر، لكن على كل محافظه انها تعمل استراتيجيه تنميه خاصه بيها مبنيه على التحليل البيئي، معرفه نقاط القوه عندها، النقاط السلبيات، التحديات، الفرص المتاحه، وتتعمل الامال والطموحات وفي غايات وفي اهداف، ومشاركه جميع الاطراف المجتمعيه في المحافظه والمؤسسات يتم رفعها لمجلس الوزراء الموافق عليها، بتعلن على صفحة مجلس الوزراء، بتعلن على صفحة المحافظة، ويتم المتابعة والتقييم بصفة مستمرة. طيب لو تحقق الجودة والتنافسية والتميز وأيضا زيادة مدخلات التنمية داخل المجتمع بما يعود على المحافظة وعلى الدولة كمان. حدثتني كثيرا حضرتك عن التعليم الفني وعن احنا نعمل ايه، فماذا عن النشأة؟ قبل ما نختم هذا اللقاء حابة أن حضرتك تقول لي إحنا إزاي نوعي ولادنا ويكون لديهم قدوة، وأن القدوة دي مهمة جدا، وأن القدوة يعني تبدأ من البيت ثم تمتد للمدرسة ثم تمتد للكلية ثم لمؤسسات المجتمع المدني. وعايزة أقول حاجة مهمة جدا، أي حد بيقدم دلوقتي في شركة مالتي ناشونال أول حاجة بيقولها له أنت شاركت في العمل العام بإيه، وإذا كان ده موجود في السي في بتاعه فبيتم الالتحاق بشكل كبير جدا. علموا أولادكم منذ الصغر ده يتم إزاي؟ بص حضرتك أنت خدتي مني المقترح الخامس والأخير بس في صيغة تانية. أيوة. إحنا عندنا حلقة الشباب بأملها وطموحاتها واندفاعهم وبداية تكوين خبراتهم، وحلقة تانية حلقة الرواد كبار السن الخبراء عدد سنين عمرهم في مجالات تخصصهم. يبقى احنا هنا محتاجين ان يكون هناك تشارك ما بين جميع الاطراف ديت وكل واحد يكون عارف دوره دون تفرد لطرف ما او تهميش لطرف اخر. يبقى حلقه الشباب، حلقه الخبراء من رواد كبار السن، وحلقه مؤسسات الدوله بالقوانين والتشريعات الخاصه بيها. لما الحلقات الثلاثه ديت بتعمل مع بعضها في تناغم هنقدر ان احنا نحقق اهداف التنميه داخل المجتمع. لو انكسرت حلقه من الحلقات ديت هتاثر على عمليه التنميه والتقدم داخل المجتمع.
الشباب او الناشئه هم الجيل الحالي وهم قاده في المستقبل. فعمليه التوعيه وعمليه التنشئه ديت بتبدا من اولا من الاسره، ليها دور مهم جدا ومؤسسات التنشئه، ودور العباده، دور العباده كمان لازم تقوم بدور قوي، الكنيسه والمسجد وال طبعا لان احنا شعب متدين بطبعه، فعليهم انه برضو ان دور العباده لازم تقوم بدورها بشكل كبير جدا. بالظبط، دي تبع مؤسسات التنشئه الاجتماعيه. يعني ابتدينا بالاسره ودور العباده الجامع والكنيسه والمؤسسه التعليميه المدرسة والجامعه، ولا ننسى الاعلام لانه دور مهم جدا في نشر الوعي. دكتور انا معاك في هذه الجزئيه، لكن هختلف معاك انه لازم نحط حاجه كمان بتشارك في التربيه مع اولادنا، السوشيال ميديا، المحتوى. يعني مش عارفه تيجي ازاي لانها مع حريه الراي والتعبير، بس المحتوى اللي انا الحريه المنضبطه، ايوه انا مهمه قوي ان ابني وبنتي ما يتعرضوش لانهم بمحتوى صعب ان هو يسمعوه. انا وحضرتك بنعمل سكيب خلاص مش عايزين نشوف، لكن غيرنا بيقعد يشوف والاطفال بتشوف، فازاي ده هنعمله؟ احنا مفتوحين على هي اولا من خلال التعليم والتوجيه بيعرف الطالب او الشاب الصح والغلط دي. بس عايز اكمل لحضرتك جزئيه فيما بعد الانتخابات، ما تقوم به الدوله من تعزيز تنويع مصادر التسليح بتاعها، تديها ميزه نسبيه، ايضا الدخول نادي تصنيع السلاح ودلالات معرض ايدكس مصر 2023 في رساله للجميع ان المصالح الوطنيه العليا لمصر تحميها قوة عسكريه رشيده، وكذلك ان تدشين مقر جديد لوزاره الدفاع للقياده والتحكم والسيطره في العاصمه الاداريه الجديده، واهتمام الدوله فيما يرتبط بالامن القومي من مفاهيم مهمه جدا لازم حتى المواطن يبقى عارفها، وغير المتخصص كمان ما يرتبط بمفهوم القوة. يعني مصر تمتلك كافة مظاهر القوة والتكنولوجيات العسكرية الحديثة، مظاهر القدرة، لكن اليد الطولة والردع وحماية حدود الوطن، الأرض والبحر والجو، وما يعرف الصبر الاستراتيجي دون ان احنا استطعنا بأمانة انه عندنا امان رغم ما يحدث حولنا. الصبر الاستراتيجي مع الحيطة والحذر ودون ان يجرنا اخرون لمعارك جانبيه تبعدنا عن مسيره التنميه والتقدم والعصريه والبناء. كلها افكار جميله، نتمنى انها تتحقق في الجمهوريه الجديده بشكل جديد وبشكل مختلف عما كنا فيه، ونتمنى ان يكتمل الحوار بالحوار نستطيع. وأنا بشكرك يا دكتور على هذه الأطروحات القيمة، وكده بنكون وصلنا الختام بالأمل، بدأنا وبسمة أمل بننتهي في هذه الساعات الأولى لانتخاب رئيس جديد لمصر بجمهورية جديدة بعطاء جديد بحوار جديد. كانت معكم على الهواء أمل صبحي.